Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى أهم درس في اللغة الإنجليزية. جميع الطلاب يجب أن يتقنوا هذا الدرس. أكرر، هذا الدرس هو السر الذي تبحث عنه لكي تتحدث اللغة الإنجليزية وتتقنها وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. ركز معي واعلم أن هذا الفيديو هو ما تبحث عنه وهو ما تحتاجه لكي تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. خليك معايا وركز معي قدر الإمكان. مرحبا مرة أخرى. كثير من الطلاب يقولون أنا عندي كثير من الكلمات، أسمع أفهم مش عارف أتكلم، عندما أتكلم مش عارف إيش اللي بيربط لساني، مش عارف أصلا كيف أبدأ جملتي، وإذا بدأت الجملة يا سيدي أنا مش عارف كيف إن أنا أكون جملة بالشكل الصحيح. هذا الفيديو هو كل ما تحتاجه. ركز معي بدون مبالغة، فعلا فعلا أنت لو ركزت واستوعبت هذا الدرس هو كل ما تحتاجه لكي تتقن اللغة الإنجليزية. يا سيدي أنت بكل بساطة كل ما تريد أن تتدرب عليه وتفهمه هو أنك تعرف أنواع الجمل الإنجليزية. أنا أنزلت فيديوهات، البعض لاقت قبول كبير وملايين المشاهدات، وطلبني الكثير أنه فيديو واحد لا يكفي، يعني انزل لنا عدد من الفيديوهات فيها تدريب فيها تمرين. أنت كشفت لنا السر، لكن ما زلنا إحنا نحتاج إلى تمرينات عشان نتعود إن إحنا نكون جمل ونتعود على أنواع الجمل. طبعاً باختصار، أنت محتاج إنك تتكلم اللغة الإنجليزية. أغلب الناس أو كثير من دارسي اللغة الإنجليزية بيعرفوا إنه عشان يبدأ اللغة الإنجليزية بيبدأها بضمائر الفاعل. I أنا، he هو، she هي، it هو أو هي للجماد أو الحيوان، you أنت أو أنتما أو أنتن أو أنتم، they هم، we نحن. واللي ما يعرف ضمائر الفاعل يروح يشوف فيديوهات أخرى أنا أنزلتها كيف تبدأ جملتك وشرح كامل إنه آي بيتكلم عني عن نفسي أنا، وهي بتتكلم على مذكر غائب يعني رجل مش موجود، وشي بنتكلم على امرأة، والإيت نتكلم على دولة جماد حيوان، واليو كل من كان أمامك، والذي نتكلم عنهم هم سواء جماد أو حيوان، سواء جماد أو حيوان، يعني هم مدرسين أو هم مدن، هم فيلة. فالهم تتحدث على مجموعة جمع سواء حيوان أو جماد. الوي أتكلم عن نفسي وعن من معي باختصار، هذا يعني اللي مش عارف معنى الفاعل. طيب جميل جدا، الأغلب يفهم هذه المعلومات، ولكن أغلب مشكلتك اللي مش جاعلة يعني عقلك مش قادر إنه هو يكون الجملة بسرعة أو بشكل أصح بيخطئ فيها هو عدم معرفتك لأنواع الجمل. لازم تعرف وتدرب عقلك انه يقسم الجمل مثل ما انا قسمتها بالصبورة. واحد يقول لي كيف يعني قسمها زي ما انت قسمتها بالصبورة؟ ركز معي، الجملة اما تكون I am، انا اكون، he is، she is، it is، هو او هي تكون، you انت ولا هم ولا نحن نكون، او تكون الماضي من هذا المربع هذا الماضي، يعني بدل I am أكون، I was، أنا كنت، he is، هو يكون، she was، هي كانت، she is، she was، it is، it was، you are، you were، you are، أنت تكون، you were، أنت كنت، they are، هم يكونوا، they were، هم كانوا، we are، نحن نكون، we were، نحن كنا. يعني هنا مضارع، هنا ماضي، هنا مضارع، هنا ماضي، مضارع ماضي، مضارع ماضي. جميل جميل. اللي يهمني إنك أنت أو عقلك يتعود لما بيتكلم اللغة الإنجليزية إنه يختار أي نوع. عندنا 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ثمان مجموعات. صدقني يا عزيزي الطالب، أنا مش حاب أحلف، مش معود نفسي على الحلفان، اتقن هذا الدرس وعلى مسؤوليتي على ضمانتي أبصم لك، اتقانك لهذا الدرس هو تقريبا اكبر مشكله بتواجهك عندما تتحدث اللغه الانجليزيه وعندما تسمع وعندما بتقرا. هي اكبر مشكله، الناس ما بتسلط الضوء على هذا الموضوع. هذا الموضوع هو اساسك، هو اساس تحدث اللغه الانجليزيه. فانت لازم تعرف عندما تقول انا مدرس، انا طويل، انا في لندن، انا في باريس، انا في تركيا، انا في الولايات المتحده الامريكيه يو اس اي، انا يو اس، حول لي هذه الى ماضي I was in USA. شوف انا الان مضارع، I was انا كنت ماضي،
يعني هي جملتك يا مضارع يا ماضي. حلو. هو ها قوي strong. هو كان قوي he was strong. مباشرة مضارع ماضي. هي جميلة pretty. كبرت في السن وراحت عليها she was pretty. She is she was. هي تكون إذن it is cheap. هي هذا الشيء اللي هو الجماد أو الحيوان رخيص. الآن رخيص. بعدين غلي فنقول عليه it was cheap. كان والله رخيص لكن الأسعار ارتفعت. You are أنت in ها أنت فين؟ في تركي. أنت في تركيا. You were أنت كنت in Turkey. They are نقول عليهم مثلا good. هم جيدين. والله they were كانوا زمان جيدين. We are نحن مثلا poor. نحن الآن فقراء. بعدين ربنا غنانا فنقول we were نحن كنا فقراء. واحد يقول لي جميل 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 اوكي. هذه الجهة مضارع وهذا ماضي وهذه انا ملاحظ انك انت تقول انا اكون انا كنت. هو يكون هو كان. هي تكون هي كانت. جميل. يعني هذه جمل تقريبا كذا في الكينونة. صحيح. لو ركزت انا واضح اغلبها يا اسم يا صفة. الولايات المتحدة اسم. قوي صفة صفة صفة. دولة كذا اسم. صفة صفة. يعني جميل اوكي. يعني هذه تقريبا انا ممكن لو شبهتها باللغة العربية كأنها جمل اسمية. صحيح. ما هي جمل اسمية. انا مش عارف انت بتتكلم عن صوت مرض. انا مش فاهم. جمل اسمية اللي فيها اسم ولا صفة. ها وايش في غير جمل اسمية؟ فيها يا جمل اسمية يا جمل فعلية. فعلية فيها فعل. انا ما وضعت فعل. طيب اوكي. يعني جمل اسمية هذه في المضارع وهذه جمل اسمية في الماضي. جميل. باختصار انت كل ما تريد ان تقول انا اكون هو يكون هي تكون بتستخدم في المضارع هذه والماضي هذه. هذه الجهة للاستطاعة في المضارع والماضي. فلو قلت I can أنا أستطيع. أنا أستطيع إن أنا مثلا cook أستطيع إن أنا أطبخ. الماضي من I can cook I could أنا استطعت إن أنا أطبخ. يعني كان يا أستاذ مراد يستطيع وكود استطاع. نعم. زي ما am أكون وماضيها was. is يكون وماضيها was. are يكون وماضيها where كان. he can هو يستطيع إنه drive أن يقود السيارة. he could drive واستطاع ان يقول. شي كان هي تستطيع انها مثلا سبيك هي تستطيع ان تتحدث مثلا. شي كود والله استطاعت تتكلم. شي كود سبيك. ات وهنا نقصد فيها ايضا نفس القصه ونقصد انا يعني وضعتها ات كان يعني نقصد على الحيوان هذا. والله استطاع انه هو مثلا رن استطاع انه يجري. استطاع ان يجري فتقول it can it could run ولا it could swim عادي. نقصد على القطة والله تستطيع it can والله هي تستطيع انها تسبح تستطيع انها تجري. الماضي منها it could run ولا swim عادي. انت تستطيع انك انت ها fight تستطيع ان تقاتل. you could fight والله انت استطعت ان تقاتل. they can هم الآن يستطيعون أنهم write يستطيعون أنهم يكتبوا. they could write والله استطاعوا في الماضي. we can solve نحل the problem المشكلة. إحنا نقدر نحل المشكلة problem. والحمد لله we could solve استطعنا أن نحل the problem والله قدرنا نحل المشكلة الحمد لله. جميل جميل. ركز معايا انت الان اخذت نوع الجمله انا اكون في المضارع. انا كنت هو كان هي كانت انت كنت في الماضي. استطيع هو يستطيع هي تستطيع والماضي منها انا استطعت انت استطعت هي استطاعت. جميل جميل. I have هذا نوع مختلف. انا عندي. واحد يقول لي يعني انا مش شايف في فرق. معقوله انت بتتكلم بجد؟ هل انت جاد؟ كيف مش شايف فرق؟ انا اكون هذا نوع. أنا أستطيع هذا نوع مختلف تماما. أنا لدي عندي بحوزتي نوع تماما.
نوع الجملة إما توصيفي أنا أكون، إما استطاعة أنا أستطيع، إما تمليكي أنا عندي، إما مستقبلي أي ويل أنا سوف. أنت بتقول إيه يعني؟ بعض الطلاب يقول لك يعني أنا مش عارف أفرق بينهم. يا رجل يا رجل اذكر الله، كيف مش عارف تفرق بينهم؟ أنت جملك في اللغة العربية، في اللغة العربية تركت من الإنجليزي، ولما تتكلم مع شخص وتقول له والله عندي مشكلة، عندي هذا النوع. ولذلك أنا هكلم والدي، هكلم مستقبل، هكلم I will talk to my father. بس إن شاء الله إنه هو يستطيع إنه يساعدني. He can help me. تمام؟ لأنه هو ذكي. He is smart. شوف جملك العربية هي عبارة عن جملة في التوصيف توصف إنه ذكي ويستطيع إنه يعمل حاجة أو عنده أو هو سوف. هي اللغة الإنجليزية والعربية هي هذه كلها. فركز معايا كده ولا تقول لي أنا مش شايف في فرق بين أنواع الجمل. لا، فرق واضح. جملتك تقول أنا والله يا أخي مريض، أخي مريض. My brother is sick. My brother هو he is sick. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فيه؟ He has العياذ بالله cancer. He has cancer. هو عنده he has. هنا تمليك، هو عنده سرطان العياذ بالله. الله يشفي الجميع. تمام؟ هو سوف يسافر إلى بريطانيا للعلاج. He will travel to London. To Germany. يسافر إلى ألمانيا. شو ألمانيا أفضل طبعا يعني. وجهة نظري. تمام؟ طيب. هو كان يعني مثلا نقول في السعودية. He was in Saudi Arabia. شوف شوف. هو استطاع أن يعمل هناك لمدة كذا كذا سنة. He could. هو يستطيع. He can. He could. هو استطاع. والله هو قدر إنه هو يشتغل ويتفوق وقدر إنه يخلص الماجستير والبكالوريوس وأنهى. هو استطاع. He could. He could. He could. He could. وهو عنده الآن البي الباتشلر ديجري، عنده بدرجة البكالوريوس أو عنده أطفال. He has. He has. Yeah. الماضي من الهاف هو الهاد. كان عنده مشاكل صحية. He had medical problems. مشاكل صحية. طيب. هو كان عنده زوجة سابقة. He had ex-wife. هو كان عنده عمل في السعودية. يعني كان عنده زمان عمل. He had a job in Saudi Arabia. هو سوف إن شاء الله هي هذه العملية. ركز معايا. اتقن هذا الفيديو وانا ابصم لك بالعشرة انه مشكلتك في تحدث اللغة الانجليزية منتهية بإذن الله. اعيد مرة اخرى. انا اكون، انا كنت، انا استطيع، انا استطعت، انا عندي، انا كان عندي. الماضي من الهاف والهاز. طبعا خد بالك انه انا يعني كتبت انه الاي واليو والذي والوي تأتي مع الهاف، بينما هي وشي وإت تأتي مع الهاز. البقية الكان تأتي معهم كلهم، الكود تأتي معهم كلهم، الويل تأتي معهم كلهم، الود تأتي معهم كلهم. طيب هنا انت الآن لما بتقول I have، أنا عندي مثلا cars، أنا عندي سيارات. الماضي منها I had cars، كان عندي سيارات. You have، انت عندك مثلا friends، انت عندك أصدقاء. ماضيها أو ماضيها you هنا. You had friends، انت كان عندك أصدقاء. They have، هم عندهم الآن، الآن في المضارع هم عندهم houses. ما شاء الله مش منزل، منازل. فنقول they had houses، كان عندهم منازل وخسروها وباعوها. He has، خد بالك إنك ما تقول he have ولا تقول we has. ال he مع ال has وال I وال you وال they وال we مع ال have. He has هو عنده books، هو عنده كتب. He had كان عنده كتب وباعها، ضاعت عليه. She has هي الآن، الآن في المضارع، في المضارع. She has هي عندها الآن في المضارع. She has pens أقلام. نقول هنا she had pens، كان عندها، كان عندها مضارع ماضي. آخر شيء ال it هذا نقصد فيه الحيوان. It has مثلا milk، عنده حليب. هل الكلب والحيوان عنده حليب؟ نعم، كان عنده حليب. It had milk. ننتقل بسرعة إلى الجمل المستقبلية. كل ما تريد أن تتحدث عن المستقبل تقول I will. I will. I will. He will هو سوف. She will هي سوف. It هذا الجماد وهذا الحيوان سوف.
يو انت سوف يو ذي ويل هم سوف وي ويل نحن سوف وضع لي فعل ضع لي فعل اي ويل جو سوف اذهب اي ويل باي سوف اشتري هي ويل سيل هو سوف يبيع ات ويل سليب هي سوف تنام يو ويل ستدي انت سوف تدرس they will run هم سوف يجروا we will eat سوف ناكل حول لي اوتوماتيكيا هذه الجمل الى الماضي وتقول لهذه النقطه كيف مش دخلت معي I will go انا سوف اذهب الى لندن كيف تجيب لي ماضي منها ما تجي كيف ماضي من المستقبل خذ بالك هم عندهم الماضي انك انت بتقول انا سوف اذهب الى لندن وبعد كذا ما ذهبت الى لندن فتيجي مع زملائك وتقول والله كنت هروح لندن لكن حصلت ظروف ما رحت كنت هشتري سياره بس نقصد عليها الفلوس I would go he would buy يعني كان هيعمل الشيء هذا بس ما عمله she would sell هي كانت سوف تبيع it would sleep كانت هتنام في الغرفه لكنها غيرت رايها انت كنت سوف study تدرس run هم كانوا سوف يجرون لكن they we would eat كنا سناكل البيتزا لكن وصلنا والمحل مغلق فما اكلنا we would eat. طبعا الود هنا لها غير معنى ايضا الماضي من الويل ممكن تجدها ايضا بمعنى زي would like بمعنى يحب لكن مش هذا الموضوع ركز معي ركز معي انت الان برمجي لدماغك اريد ان اقول انا اكون I am انا كنت I was انا عندي I have انا كان عندي I had أنا أستطيع أي كان أنا استطعت أي كنت أنا سوف أو هعمل أي ويل أنا كنت أعمل الشيء هذا بس ما حصل أي ويل شوف شوف دور دماغك اقلبه يمين شمال لازم تتقن درس اليوم لازم هذا الدرس يتم إتقانه ثمانية أنواع من الجمل ليس لك غنى عنها كل ما تحتاجه لتحدث اللغة الإنجليزية واحد يقول لي والله وش كلامك واضح وشرحك واضح وكله جميل بس انا حاسس كده انه شويه كده محتاج تدريبات انت قلتها بنفسك محتاج شويه تدريبات خذ النوع هذا لوحده وخذ دفتر واكتب مجموعه من الجمل نفس جملك هذه حولها الى الماضي نفس الجمل اللي كتبتها خذ جمل على الكان هتلاحظ انه الكان تضع بعدها فعل يعني اذا كان ايام تضع بعدها اسم او صفه او شيء مثلا هذا تضع بعده فعل والهاف تضع بعده اسم اللي هو سياره مفتاح اصدقاء والويل تضع بعده فعل هتكتشف الموضوع هذا بسيط يعني قم بعملية كتابة هذه الجمل وتدريبك عليها. أنا عامل جزء ثاني لهذا الفيديو فمش حاب أطول فيديو أكثر من كده. فتابع الجزء الثاني لأنه هو استكمال لهذه الفكرة كلها. مش حاب أطول فيديو عليكم، شارك الفيديو من غيرك واضغط لايك إذا عجبك الفيديو وإذا عندكم أي نقاط اكتب لي في التعليقات. شكرا جزيلا لكم وود لك حظا موفقا أنسي سنوركم قريبا. مع السلامة.